السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف صلاح الباطني. قبل ما نبدأ الفيديو تاع نهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله عليه أفضل الصلوات. اليوم إن شاء الله جبت لكم غراتان في المقلاة بدون فرن، طريقة سهلة وبسيطة وسريع في التحضير ويجي بزاف بنين ويجي يتعلق بالفرماج. إذن هذه هي، خليكم دوك مع لوصا مع المقادير، مشاهدة ممتعة للجميع. عندي لهنا حوالي كيلو تاع بطاطا ولا أقل من كيلو، قطعتها ديدي مربعات صغيرة ملحتها وراح نقليها. كما قلت لكم لهنا البطاطا تاعنا قطعناها مربعات صغيره حوالي كيلو ولا اقل من كيلو، ودوك راح نقليها في الزيت مع شويه تاع الملح، ونروحو دوك نخدمو او نتبلو الدجاج تاعنا. لهنا بالنسبه للمارينات تاع الدجاج عندي اربع صدر تاع دجاج قطعته مربعات صغيره، نزيد لها سنه نتاع الثوم ولا زوج سنات هكا، نزيد لهنا نص مغرف تاع طماطم مصبره، نزيدو شويه تاع الهريسه، اللي يحب يدير الهريسه اللي ما يحبش هذا الاختيار يرجع ليه. عندي ايضا شويه تاع لاموطارد بالنسبه للناس اللي يحبوا لاموطارد. نضيفوا لهنا توابل، نضيف الملح، عندي ايضا شويه تاع الكركم، عندي شويه تاع راس الحانوت، عندي ايضا زنجبيل، اللي عنده ايضا الكاري الخاص بالدجاج يضيفه، وعندي ايضا فلفل احمر حار هكا، نخلطوه شويه، نزيد لهنا قطرات حوالي ملعقه نتاع الخل تعطيها ثاني نكهه، ولا ديروا عصير ليمون كما تحبوا هكا، نتبلو مليح او ندخلوا هذوك التوابل جيدا في هذاك الدجاج، ومن بعد ديريكت نروح نحطهم نقليوهم او نطيبوا الدجاج تاعنا. هنا في مقله نديروا شويه زبده وشويه زيت، حط شويه زيت مزيج بين الزبده والزيت، ونحطوا هذيك الكميه نتاعنا تاع الدجاج اللي خدمناها مع بعض وماريناها هكا. ولينا هذا الريسيبيون هذا راح ندير فيها شويه تاع الماء، لهنا نضيفوا هذاك الماء ونخليو الدجاج تاعنا لهنا يطيب في عقله، نغلقوا عليه ونخليوه حتى يطيب تماما. تقدروا تضيفوا ايضا شويه تاع المعدنوس كما تحبوا، هذا يرجع لكم. دوكا نخلي الدجاج تاعي يطيب ومن بعد نجيو نكملوا الوصفه تاعنا. دوك في نفس المقله اللي طيبنا فيها هذاك الدجاج تاعنا نعاودوا نرجعوا هذيك البطاطا، ديروا شويه تاع الزيت ونحطوا البطاطا تاعنا على نار قليله هكا بهذه الطريقه. دوك واش راح ندير، نروح نخبط زوج حبات نتاع البيض مع نص كاس نتاع الحليب، تقدروا ديروا لاكريم فريش واش عندكم، يعني اللي ما عندوش لاكريم فريش يدير الحليب، ولكن لاكريم فريش راح تعطيكم بنه. راح ندير زوج حبات نتاع البيض، نجيب الخليط تاعنا، انا درت لاكريم فريش نتوما ديروا الحليب مع البيض، وراح نفرغ هذاك الخليط بهذه الطريقه ونغطي عليه. هذه المرحلة الأولى، نخليوها حوالي زوج دقائق فقط، ونجيبو لهنا فرماج باتنا تشيز، أنا راح نستعمل هذا، راح نديرو عشوائيا، حطو هكا أطراف فقط، يعني لهنا حب يقول راني درت لكم غراتان في المقلة بدون فرن، تقدري تحضريه، يعني البطاطا تقسميها إلى قسمين، وديري دو غراتان، يعني ديري زوج صحون، إذا كانوا عندك ضياف ولا وكنتي مزروبة. من بعد لهنا نروحو نجيبو هذاك الدجاج تاعنا، من الأحسن تخليو فيه لاصوص، من الأحسن تخليو فيه لاصوص، كثروا شوية لاصوص باش تقعد لكم، باش لاصوص هذيك تهبط البطاطا لداخل هكا. نجيبو لهنا دوك فرماج رابي، نرابيو من الفوق بهذ الطريقة، ونغلقو عليها. أنا راح نزيد لها زيتون أسود كتزين، تقدرو ديرو زيتون أخضر، تقدرو ديرو المعدنوس يكفي، المهم واش عندكم في الدار تحضروا، يعني هاد الوصفات راهم تقدري تزيدي فيهم واش تحبي. نرابيو هذاك الفرماج ونغطي عليها، لازم نغطيو عليها المقله باش يذوب لنا الفرماج تاعنا، باش هذيك لافابور كامل ذوب الفرماج هكا. نزيد الزيتون تاعنا بسم الله، حطوهم برك هكا، ودائما نقول لكم على نار قليله ما تقويولهاش النار.
بعد ما يذوب الفرماج نرجع بعد ما طبطنا الكراتان تاعنا دروك راح نجيبوه صحن شوفوا كيفاش راهي ونحيوها بكل سهوله تتنحانا حطوها في صحن اذن هذه هي راح تشوفوها في الاخير كي نقسموها اذن الوصفه تاعنا راهي امامكم بعد ما نحيناها من المقله وحطيناها في صحن شوفوا كيفاش تجي تجي ما شاء الله وتجي بزاف بنينه وايضا تحضريها في وقت قصير ما تديش منك وقت كبير اذن هذه الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم اذا عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم عليكم الا تكثروا لي من لي جيم كومونتيو لي اسفل الفيديو واذا عجبتكم قناتي معكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي ما بقى لي نقول لكم شهيدكم بالصحه راح نعطيكم في الاخير كي نقسموها وتشوفوها كيفاش جات تهلاو في رواحكم شهيدكم بالصحه وسلام.